المحللان السياسيان الروسيان أراز أخوندوف وألكسندر إيغاتينكو رئيس معهد الدين والسياسة في موسكو يؤكدان أن تسليح المعارضة السورية رغبة غربية لتغيير قيادة البلاد التي تمارس سياستها بشكل مستقل ولا ترضخ لأي إملاءات. إن تسليح المعارضة السورية يدل على أن ما يجري في سوريا هو رغبة غربية لتغيير قيادة البلاد وسياستها التي لا تحلو لهذه الدول الغربية ولدول معينة في الشرق الأوسط، وكون سوريا تمارس سياستها بشكل مستقل ولا ترضخ إلى أي إملاءات من الخارج لا يروق لبعض الدول الغربية ولدول إقليمية تدور في فلكها ولزعماء عرب يعبرون عن إرادة الغرب في المنطقة، ولذا فإن كلها هؤلاء يحاولون تغيير السلطة في سوريا، وهذا ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط برمته. على حد معرفتي الأسلحة التي تحصل عليها المعارضة السورية إنه يأتي من الدول من بعض الدول العربية وخاصة من دولة قطر ومن المملكة العربية السعودية. هذه الأمور تؤثر تأثيرا سلبيا في مجرى الأزمة السورية. نرى أنه من الضروري وقف هذا المجرى من السلاح والذخيرة والعتاد ووقف العمليات الحربية في الأراضي السورية بصورة كاملة ومطلقة، وطرد تلك الجماعات المسلحة التي تتخذ لنفسها مختلف الأسماء من طراز جبهة النصرة لجبهة النصرة لأهل الشام، وهي في حقيقة الأمر فروع لمنظمة القاعدة الدولية. السياسات